الأسرية بين أبناء الجالية المصرية الواحدة، تطبيقا لشعار علشان لازم نكون مع بعض. وهو شعار يعبر عن الروح التي سادت أجواء الفاعلة والتي تحولت إلى ملحمة مصرية رائعة تضافرت فيها كل الجهود المخلصة لأبناء مصر ليرسموا لوحة نجاح داخل البلاد وخارجها، لتحسب لهم ضمن النجاحات التي يحققها المصريون دائما في جميع المجالات وعلى المستوى الدولي. ويعتبر وجود الجاليات المصرية في معظم الدول الأوروبية والعربية هو تعظيم لسياسات الدولة المصرية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، والتي تهدف إلى تفعيل الاستثمارات والتبادل.